ثورة الكرم، ثورة العدالة، ثورة الحرية، لن تكون الإخوانسية. هذا الجيل اللي من الشبان التوانسة، من الشباب التونسي اللي صنع الثورة وساهم في إنتاجها وساهم في انتصارها، وصفته في وقت من الأوقات، وهذا تصريح قريناه وعمل شوية ضجة، وصفت الأجيال التي تخرجت من جامعات بورقيبة ضحية برامج تعليم فاسدة ولا يمكن التعويل عليها، لأنها مستعدة لبيع البلاد والاتجار بسيادتها، وفي حين أنك أنت موجود لهنا قدامي بفضل هذه الأجيال ومجهودها وتضحياتها ودمائها. هل يمكن أسألك عن هذا النص أين ورد؟ ورد في الصحافة. اي صحيفه؟ ممكن تسمي لي صحيفه؟ والله ما هوش عندي اسم الصحيفه، ولكن قريت برشا ردود عليها، ما قريتش حتى تكذيب من عندها. هذا النص ليس صحيح. ليس صحيح. ما قلتش الكلام هذا. ما قلتش. ما قلتش الكلام هذا. ما قلتش. غريبه، يا اما انت تغيرت يا اما تنكرت للمراجع نتاعك القديمه. الذين يتخرجون من الجامعات اليوم التونسيه عددهم اكبر، نعم، ولكن يتخرجون غير مسيسين. وبالتالي يتخرج ناس يعني بيروقراط يمكن يعيشوا يمكن يبيعوا البلد، ولكن ما همش مهيئين ليشاركوا في فكر سياسي وفي نهضة بلد وفي التفكير له. هذا النص ليس صحيح. ليس صحيح. ما قلتش الكلام هذا. ما قلتش. ما قلتش الكلام هذا. ما قلتش. غريبة، يا اما انت تغيرت يا اما تنكرت للمراجع نتاعك القديمة. الآن تونس تفرخ في الحقيقة، تفرخ الإرهاب، تصدر للغرب مجموعات من الشباب تمارس العنف. هذا النص ليس صحيح. ليس صحيح. ما قلتش الكلام هذا. ما قلتش. ما قلتش الكلام هذا. ما قلتش. غريبة، يا اما انت تغيرت يا اما تنكرت للمراجع نتاعك. الجيش هذا هو مجرد احتياطي للبوليس، يعني عندما يعجز البوليس المهام الأكثر قذارة تعطى للجيش. المهام الأكثر قذارة تعطى للجيش. المهام الأكثر قذارة تعطى للجيش. هذا النص ليس صحيح. ليس صحيح. ما قلتش الكلام هذا. ما قلتش. ما قلتش الكلام هذا. ما قلتش. غريبة، يا اما انت تغيرت يا اما تنكرت للمراجع نتاعك القديمة. ثورة الكرم، ثورة العدالة، ثورة الحرية، لن تكون الإخوانسية. ثورة الكرم، ثورة العدالة، ثورة الحرية، لن تكون الإخوانسية. الكرم، ثورة العدالة، ثورة الحرية، لن تكون الإخوانسية. ثورة الكرم، ثورة العدالة، ثورة الحرية، لن تكون الإخوانسية.